حتى بصلات جد حوش صلات صفية قاتل عن الرشيدة عن الغطوة عن الهدى كان صفية وما هم يلوم يكسر شيء أجل يأخذ آخ لهذا غادي صفية وردوس المسألة الثانية اللي كان شغلنا لها وهو رشيدة مع الوزارة درجنا في الميزانية هي 2017 هي المديرية الجهوية للفلاحة هي الغد سبق مترا حتى واحد بحشية الفلوس باش نقوموا بالاصلاح ديال هذيك الاضرار اللي كاينين في الغرب كاين بعض الشقوق كيما قال السيد الرئيس كاين بعض السانيتار اللي تخرجوا شويه كاين بعض الزاجل اللي معكوس وهذا وغادي نصلحوها على حق الطريق بالتالي من بعد غنشوفوا ما بين السيد الرئيس للغرفه ما يوصي السيد الكاتب العام السيد الوزير انه هذيك الغرفه هذيك المقر غادي يكون فيه غيولي مقر ديال مجموعه ديال الامور غيكون تما ملحقه ديال الغرفه الفلاحية ديال الوصلة ديال الوصلة قنيطرة وحدة وغنديرو ملحقة كذلك بعض المصالح بحال ديال لونصا بحال ديال لونكا ديال اللي كاينين في فرنسا وبالتالي يعني اللي غنصلحو ان شاء الله هو الاشهر الخمسة غادي نديرو في 2017 وبالتالي غدير تما ملحقة ديال الغرفة وغيدير تما مصالح أخرى ديال الوزارة كيما هنايا مثلا كاين الموقع هنايا في هذا هو إذا الأمور تحلات هذاك البلوكاج مابقاش وحنا غير البارح بعدا سنيت دي كونت اللي غيمشيو للارشيتيكت باش نصفي حتى هو الكونترا ديالو ونصفي الامور كلها والعام الجاي اونجيجي ان شاء الله ديك الاصلاحات وغادي نقدروا